والله أخوانا، نعم الله لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم النعم أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن كنا أتباعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن كنا على هذه الشريعة، شريعة الإسلام. قد يعني البعض لا يشعر بهذه النعمة لأنه ولد مسلم أصلا، لكن لو تذهب مثلا إلى بلاد الغرب، إلى بلاد يعني فيها الغير مسلمين أكثر، يظهر لك فضل الإسلام. عندما رأى الصحابة رضوان الله عليهم، رأوا الجاهلية ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، عرفوا فضل الإسلام. دين، هذا الدين الإسلامي لا يوجد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يأتي ولم يطرق العالم شريعة كهذه الشريعة، فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، ولا بد ترفع رأسك، ليس تكبرا، لا، لا بد أن تفرح بهذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أهل الإسلام.